حيث أعلنت المديرية العامة للسياحة في المحافظة عن إقامتها معرضا سياحيا في 27 من شهر أيلول الحالي تزامنا مع اليوم العالمي للسياحة، وذلك بمشاركة شركات سياحية داخل وخارج الأقليم بغية التسويق السياحي وتعريف معالم المحافظة السياحية للعالم. وإلى ذلك ينضم إلينا من دهوك مباشرة مراسلنا بيوار داخاز. أهلا بك بيوار، تفضل. نعم بيوار. نعم، تحية طيبة زملائي. بالتأكيد زملائي، بعد قبل قليل في مؤتمر صحفي أعلن مدير عام السياحة في محافظة دهوك عن آخر استعدادات المديرية لإقامة المعرض أو معرض السياحة في محافظة دهوك، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للسياحة في يوم 27 من هذا الشهر، ويستمر هذا المعرض لمدة 3 أيام. بالتأكيد سيكون هناك حضور واضح للشركات السياحية والمراكز السياحية في جميع محافظات إقليم كردستان والعراق، بالإضافة إلى شركات سياحية من تركيا. هذا المعرض كما ذكرت يعني يتزامن مع اليوم العالمي للسياحة، وسيقام في وسط مدينة دهوك برعاية السيد وزير البلديات والسياحة والسفر، وأيضا برعاية محافظ دهوك. ستكون هناك مراسيم، ستكون هناك فقرات لهذا المعرض، لكن سوف أناقش هذا الموضوع مع ضيفي الدكتور خيري علي وسو مدير عام السياحة في دهوك. دكتور أهلا وسهلا بك في هذه الاستضافة، لو تحدثنا الجدوى من هذا المعرض السياحي. طبعا سيقام المعرض يوم 27 بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، وحقيقة كلفت محافظة دهوك للقيام بهذه المهمة، وهي مهمة لأول مرة تجري في محافظة دهوك حقا، وهناك الكثير من الذين دعمونا، ومنهم أمل خان يعني رئيسة الهيئة العامة للسياحة، أيضا السيد الوزير والسيد المحافظ سيكون لهم حضور إيجابي. أما الغرض من هذا المؤتمر حقيقة هو إظهار المقيمات السياحية اللي هي عددها 5: المقيمات الطبيعية، المقيمات التاريخية والأثرية، المقيمات الاجتماعية، المقيمات الدينية والمقيمات الحديثة، حتى نعرف كل المشاركين في المعرض بعادات وتقاليد وثقافة المقيمات الموجودة في محافظة دهوك، يعني هي تسويق لمحافظة دهوك. دكتور، ليغتنم هذه الفرصة، كانت هناك جهود لتعريف محافظة دهوك باعتبارها عاصمة السياحة في أقليم كردستان، أين توصلت هذه الأعمال؟ نحن نبذل قصارى جهودنا من أجل الوصول إلى هذا الهدف الكبير والمنشود، ولكن هذا الهدف ليس سهلا، وإنما نحتاج إلى محاور، نحتاج إلى نشاطات، نحتاج يعني هناك كثير من المحاور، كثير من الشروط. يلا عندما تنجز هذه الشروط بالإمكان أن تدخل إلى هكذا تسمية. الدكتور خيري علي وسو مدير عام السياحة في دهوك، شكرا جزيلا. زملائي، يعني محافظة دهوك معروفة من ناحية توافد أعداد السياح العالية إلى محافظة دهوك خلال الأشهر الماضية أو خلال الصيف الماضي، أكثر من 300 سائح توافدوا إلى محافظة دهوك، أغلبهم أو جلهم من محافظات وسط وجنوب العراق. نعم نعم بيوار داخاز، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من دهوك.